السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. حروب أوروبي مستمر من البحر الأحمر، ألمانيا تسحب المدمرة هيسن. وإلى التفاصيل، كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس السبت عن سحب المدمرة الحربية هيسن، مبررا عملية سحب المدمرة بانتهاء مهمتها. وجاءت عملية سحب المدمرة الألمانية بعد فترة وجيزة من وصولها في 23 فبراير، وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية حينها أن الفرقاطة هيسن ستقوم بمهمة طويلة في البحر الأحمر ضمن المهمة العسكرية الخاصة بالاتحاد الأوروبي لتأمين الشحن التجاري في البحر الأحمر. الإعلان الألماني يعد الرابع أوروبيا بعد إعلان كل من الدنمارك وفرنسا وبلجيكا سحب قطاعها البحرية العسكرية من البحر الأحمر بعد أن كانت عرضة للهجمات اليمنية. وحاول وزير الدفاع الألماني التغطية على الانسحاب العسكري في ميناء البحر الأحمر بالإعلان عن إرسال فرقاطة أخرى هامبورج، غير أنه حدد موعدا بعيدا لإرسالها وهو أغسطس القادم. وكانت قوات الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر إسبيدس قد طلبت وسادة من سلطنة عمان لفتح خطوط اتصالات مفتوحة مع صنعاء لضمان عدم الصدام المسلح وحماية قطاعها البحرية من أي هجمات. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.